ستنام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقة جديدة، كونجليني يوجا with شاما كار. والنهارده هنعمل مديتيشن جديدة جدا with مانترا. يعني هنعمل صوت in the meditation. فده ممكن يبقى غريب شوية على ناس انا عارفة، عشان انا اول مرة اعمل chanting بالمانترا حسيت انها حاجة غريبة جدا وما كنتش اصلا عايز اعملها. لكن بعد ما عملتها وكررتها كتير حسيت بفرق كبير جدا، فعايزاكم تجربوها معايا. اوكي، المديتيشن دي اسمها healing with the Siri Gayatri Mantra. Siri Gayatri Mantra it's a healing meditation. Healing معناها ان احنا لو عندنا اي اوجاع في جسمنا او اي حد محتاج شفاء، اصحاب، اصدقاء، ابني، بنتي، اي حد في حياتنا محتاج اي انواع من الشفاء، المديتيشن دي it works. اوكي، الشانتينج it works. فاحنا هنكون بنقول المانترا دي او الكلام ده: را ما دا سا سا سي سو هانغ. اوكي، را معناها الشمس، الطاقه اللي جايه من الشمس. ما معناها المون، الطاقة بتاعت الهداوة اللي جاية من القمر. دا means the earth، الأرض، والأرض اللي بتدينا أكل وخضرة وبتخلينا إن إحنا حاسين بسيفتي موجودين على الأرض. سا سي سو هانغ، الأربع كلمات دول متعلقين أكثر بالكون كله، وأنا مين في الكون وربنا فين. يعني أنتوا لو كده فكرتوا، أنا حاجة وفي كون انا عايشه فيه وفي ربنا، what is the connection. اوكي، بعدين ساعات لو انا مثلا بصيت فوق على السما، سما infinite يعني ما بتخلصش. ممكن افضل باصه من فوق من هنا لغايه السنه الجايه، السما ما بتخلصش. ونفس الحاجه في البحر، فدي معنى كلمه infinity، حاجه ما بتخلصش. فمن جوانا احنا برضو في الانفينيتي ده، وما بيكون عندي تواصل مع ربنا بحس الانفينيتي دي. فسا سي سو هانغ بتجيبنا awareness، بيبقى عندنا وعي بالconnection between أنا والكوزموس، الكون كله، وربنا والانفينيتي، الحاجة اللي عمرها ما بتخلص. أوكي، هحط لكم لينك more information على المانترا دي، ممكن تقو تقروها. أوكي، المودرا بالايدين هتبقى عامله كده اهو. اوكي، الكتافه هتبقى ريلاكسد، العينين هتبقى مقفوله والايدين هتبقى عامله كده. في ناس بتعمل كده، او يعني مفروض ان الايدين تبقى لتحت شويه، لتحت بس، لتحت هي شويه not very comfortable، هنا ممكن في شويه وجع. اوكي، والايد بتبقى طالعه extension من الركبه كده اهو. اوكي، ف هنقول راماداسا، وفي السا we're going to pull the navel، البطن هتخش لجوه، وبعدين relax. سا سي سو هانغ، هانغ you pull the navel and relax. okay، هنعمل المديتيشن دي مع بعض لمدة 11 دقيقة. بس before we start we will tune in with the Adi mantra. alright، so let's bring the hands at the center of the heart. ناخد نفس ونطلع النفس ونبتدي. أم نمو غروداف نمو. أم نمو نبتدي نجهز للمديتيشن. ايد تبقى فوق
الصوابع باصة لتحت، ناخد نفس، نطلع النفس، نقفل العينين ونبتدي رامادا سا سا سي سو هان رامادا سا سا سي سو هان رامادا سا سا سي سو هان. هنكمل لمدة 11 دقيقة. وبعدين هناخد نفس وهنكتم النفس ده ونبتدي نتخيل ان في نور ابيض حوالين جسمنا كله، جسمنا كله حوالينه نور ابيض، وهنخلي النفس مكتوم وهنبتدي نتخيل الشخص اللي احنا هنحاول نساعده بالطاقة دي ونجيب له شفاء. ونطلع النفس تاني، نكتم النفس، ناخد نفس كبير، نكتم النفس ونبتدي نتخيل الشخص ده او الجروب ده، ونخلي النور الابيض اللي حوالينا يوصل لهم ويديهم شفاء. ونطلع النفس آخر مرة، ناخد نفس ونكتم النفس، نتخيل النور الأبيض اللي حوالينا ونطلع النفس. خلينا كده قاعدين في الوضع ده لمدة 3 دقايق. وبعد ال3 دقايق دول هنقفل الابيسود على One Long Sat Nam. Thank you. See you in the next one.